أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: كان هناك أطفال يذهبون للبقالات ويأخذون بعضا من الحلوى جهلا منهم بدون دفع قيمتها، والآن كبر هؤلاء الأطفال وأخبروا أمهم بذلك، فمن يتصدق بقيمتها؟ هل هم أم والدتهم أم أبوهم؟ لا يتصدق بقيمتها وهي مأخوذة من أموال الناس، يردون ثمنها إلى من أخذت منه ويطلبون منه المسامحة ما دام أصحابها موجودين ومعروفين، فيرد عليهم ما أخذ منه إن كان موجودا يرد بعينه، وإن كان مستهلكا ترد قيمته ويطلب منهم المسامحة. أما إذا تعذر معرفتهم فإنه يتصدق بالثمن ويكون أجره لمن أخذت منه. نعم.